كميات ضخمة من القمامة تنتشر بين النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذه المنطقة التي دعا الاحتلال أنها منطقة خدمات إنسانية، ولكنها تنتشر بها الأوبئة والأمراض بسبب هذه الأوبئة. تلال كبيرة من القمامة تتكدس بين خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، المدينة التي نزح إليها مئات الآلاف من سكان قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح. هذه النفايات تشكل خطر كبير على حياة النازحين وتهدد بانتشار الأوبئة والأمراض، خاصة أن البلديات لا يتوفر لديها السولار والوقود من أجل تشغيل شاحنات نقل هذه القمامة. يعني هذه القمامة هي كثيفة جدا وكبيرة جدا، ومناشدات النازحين لا تتوقف بضرورة يعني إخراج هذه النفايات من هذا المكان، وهو في منطقة المواصي، المنطقة الذي ادعى الاحتلال أنها منطقة إنسانية ومنطقة خدمات، ولكنها منطقة يعني منطقة أوبئة، خاصة أن أعداد النازحين كثيفة وعالية جدا. والله ما انت شايف، ما انت شايف هذا الزباله بتاثر علينا ودبان ودنيا ودين وبعوضه، او بتخلي الناس يعني بتجيب لهم المقربات والجراثيم وانت غشيم، كل الناس بتتاثر منها والله، وتطلع صارت في نص الشارع كثيره. كثير كثير كثير، والناس بتكب، احنا لما انا بنقول للناس كب لقدام ما عرفناش نقعد، وجا اي واحد نازح يبيع حانه بندوره وخضروات. عايشين بزبالة وفي ريحة ومرض، وأولادنا يعني الشعية وإحنا عيينا كمان. والله صار معي جيوب أنفية من الريح، قسما بالله ما إحنا قادرين نطيق هالريحة. كمية كتير ضخمة. كتير كتير عن جد، إيش حلها يعني هذه؟ يحلوها. إلى متى زي هيك عايشين إحنا؟ أمراض نفسية وأمراض من القلب والكل الجسم المرض. هذه الزبالة بنعاني منها، والمرض والسحليات. الزبالة والأمراض كله بيجي منها، يعني هاي جامعة الأقصى كله عضارة الزبالة، المكبات عندها وصلت يعني الشارع، والناس يعني بتعاني منها مرض وزبالة وورق، الناس يعني بتعاني منها ريحة، والجو يعني غير متعودناش عليه، والريحة بتقتل الواحد، بعرفش ينام طول الليل منها، بتتأثر منها. وعندنا أطفال وعندنا عجائز وعندنا اختيارية بيشكوا من الريحة، الريحة هذه ريحة عاطلة وأوبئة وممكن تنقل الأمراض. في الشمال ما في حد يقدر يشيلها، أو ما في حد يشيلها؟ ما فيش حد يشيلها إلا غير البلديات معطلة، بقول بنسألهم ونقول لهم نطلب منهم نترجم، بقول لك فيش عندنا مواد، فيش عندنا سولار، فيش عندنا مكن، المكن كله محطم وكله مكسر. طيب يا عمي مش صح هيك، كله تراكمات هذه اشهر، احنا عندنا 4 شهور هان، الواحد مش بتطاوق حاله، بحاول انه بكل جهد انه هالوقت يروح على من خيمته ويروح على البحر، نضل الحال على ما هو عليه. تشكل هذه الكميات الضخمه من النفايات خطر حقيقي على حياه مئات الالاف من النازحين في منطقه المواصي، ولا تتوقف مناشدتهم بضروره اخراجها. محمد سليمان، يمن شباب غزه فلسطين.